إثيوبيا هي أكبر بلد، ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان. إثيوبيا حوالي 104 مليون نسمة. غالبية السكان تعيش على الزراعة، شعب فقير يتكلم العديد من اللغات ويعيش على أقل من دولارين في اليوم. إثيوبيا هي أكبر أو ثاني أكبر دولة من حيث المساحة في أفريقيا، حسب مساحتها حوالي 1,129,000 كيلومتر مربع. بلد كبيرة جدا تتكون من 9 أقاليم، كل إقليم بيتكلم لغة وكل إقليم بيتحدر من قبيلة معينة. شعب غير متجانس على إطلاق، شعب كل قبائل. سكان أثيوبيا من أكثر شعوب العالم نزوحا وتحركا من مكان لآخر، إما بسبب الجفاف كما يحدث في إقليم صوماليا المجاور للصومال، أو بسبب الأقاليم الأخرى، إقليم التيجري، إقليم بني شنجول، إقليم، وكل هذه الأقاليم تتقاتل فيما بعضها صراعات قبلية وتقاتل طوال الوقت. الشعب يتحرك ويعيش في مخيمات طوال الوقت داخل بلاده. هذا الشعب الجريح الذي يسمى الشعب الأثيوبي، شعب غير متجانس. ما جذور هذا الصراع؟ تعود جذور هذا الصراع إلى العام 75، حيث تكونت جبهة شعبية ضخمة قومية مسلحة تسمى الجبهة الشعبية لتحرير تغستو. هذه الجبهة لعبت دورا بارزا في إسقاط حكومة منجستو هيلا مريم. في العام 91 حاولت بعض الاحتجاجات الخروج، لكن منجستو هيلا مريم قمعها بشدة وسجن كل معارضيه، وأصبحت إثيوبيا دولة منغلقة على نفسها إلى أن جاء العام 95 بعد موت منجستو هيلا مريم. قامت الحكومة بقيادة ميل الزناوي، ذلك الرجل الحكيم، وهو من إقليم محور الحديث اليوم، إقليم تجري أو تجري كما يقال، وهم تجريين. قام هذا الرجل بنقل بعض السلطات للأقاليم فدرالية، أقاليم فدرالية، وقال لهم عايزين تنفصلوا تفضلوا انفصلوا، من حيث المبدأ اللي عايز ينفصل يتفضل انفصل. في العام 2014 بدأت حكاية ضخمة جدا. بسبب ايه؟ بسبب استيلاء الحكومة المركزية في أديس أبابا على الكثير من أراضي الأورومو وإقليم أمهرة وإقليم أورومو، وسلمتها لبعض الشركات الصينية وبعض المستثمرين الخليجيين بغرض عمل بنية تحتية وعمل بعض المشاريع وعمل بعض الزراعات لموجات التصدير عشان يصدروا بعض المحاصيل السلع للخارج. لكن هذه الاحتجاجات كانت شديدة جدا، مات على أثرها العشرات واعتقال الآلاف ورميهم في السجون. في العام 2018 ظهرت أزمة اقتصادية وظهرت الاحتجاجات الشديدة جدا، استقال على أسرها ديسالين من رئيس الوزراء. هذا الرجل الذي وقع اتفاق النهضة، سد النهضة مع مصر وأثيوبيا، وخلفه رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد. أبي أحمد جاء وعمل اتفاقية سلام مع إريتريا وعمل حل الجبهة الشعبية لتحرير الشعب الأثيوبي، وحل محلها حزب اسمه يسمى حزب الازدهار. لكن أعضاء الجبهة الذي حلت رفضوا الانضمام إلى هذا الحزب الوليد الجديد. لكن في خلال من أسابيع انفجر الصراع في إقليم تجري. ما هي أسباب انفجار الصراع الآن في إقليم تجراي أو تجري؟ أول عامل هو تأجيل الانتخابات بحجة انتشار الجائحة وانتشار كورونا في إثيوبيا، دي أول حاجة. الحاجة الثانية أو العامل الثاني أدى لانفجار الصراع الآن هو أن اتهام بعض أعضاء مجلس النواب في إثيوبيا وهم من إقليم تجراي بأنهم مرتشين، وصدر بعضهم ضدهم بعض الأحكام بالفساد. العامل الثالث هو الإعلان عن خصخصة البنوك وبيع بعض الأراضي من إقليم تجراي إلى بعض المستثمرين. العامل الرابع وهو تحرير البنوك وعمل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هذه العوامل. لكن هناك عامل خامس يا سادة، وعامل طرد حوالي، وهذا أهم عامل، طرد حوالي 100,000 من الشعب التجاري من ديارهم، عمل تهجير قصري، وهم الآن يعيشون في مخيمات داخل الإقليم، وهذا هو السبب الرئيسي. بجوار الأسباب الأربعة السابقة، هذا هو العامل الأهم، وهذا عامل أقوى عامل أدى لانفجار الصراع. بهذا العامل الأخير انفجر الصراع وهجمت جبر التحرير تجري المسلحة على معسكرات الجيش الأثيوبي في الإقليم، وقتلت بعض الجنود وأخذت بعض الأسلحة، سيطر بعض الأسلحة، وأقام على أسرها أبي أحمد أمر الطيران الأثيوبي بضرب معسكرات الجبهة وضرب مكان مجاور وليس السد. لو ضرب سد التكيزي مشكلة كبيرة. وهذا القصف ردت عليه الثوار الشعب التجيري بقصف مطار أديس أبابا بالصواريخ وضرب وقصف مطار إريتريا
أسمرة في الشمال ببعض الصواريخ، وقصف مطار في الجنوب في أمهرة المجاور للتجري الإقليم التجري بالصواريخ أيضا. اندلعت الحرب، أمر أبي أحمد بتحرك القوات وتوغلت من الجنوب راية، إقليم راية تم الاستيلاء عليه، وبدأ محاصرة الثوار من جهة الغرب من الحدود مع السودان لقطع المساعدات، وهجم بعض القوات من القوات الإريترية من الشمال. أصبح الثوار داخل إقليم محاصرين كماشة من كل الجهات تقريبا، من الشمال القوات الإريترية، ومن الجنوب من القوات والجنوب والشرق من القوات الإثيوبية، ومن الغرب أيضا القوات الإثيوبية لقطع المساعدات عن الثوار. لكن الثوار قومون مقاومة شرسة جدا، هذه أرضهم وهذا إقليمهم وطبيعة الإقليم أصلا طبيعة طبوغرافية صعبة جدا، الإقليم يرتفع، الجبال شاهقة والجبال معقدة، وصعب تحرك القوات والدبابات والمصفحات في هذه الطرق الوعرة. حتى إذا حاول أبي أحمد الاستيلاء على العاصمة مكالي في وسط الإقليم، سيكون هناك الثوار بانتظارهم وسيكون بدون خسائر بشرية في العتاد أيضا كبيرة وفادحة. لماذا؟ لأن هذا الإقليم صعب التحرك فيه. إذا هجم أبي أحمد على العاصمة سيهربون إلى أعلى الجبال، وسيتم استنزاف القوات الإثيوبية بالصواريخ من أعلى الجبال، والعتاد أيضا سيكون بدون خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات، وسيطول الصراع وسيصبح صراع نزف الاقتصاد الإثيوبي، اقتصاد تعبان أصلا وضعيف، وفي النهاية سيدخل الطرفين إلى المفاوضات إما تحت رعاية الأمم المتحدة أو بتدخل دولة إقليمية مجاورة في المنطقة. لكن أبي أحمد لن يستطيع السيطرة على الإقليم بالكامل، سيكون هناك الثوار بالمرصاد لهم، والإقليم في سبيله أن يكون هناك شبه حكم ذاتي، وهذا الصراع سيشجع أقاليم أخرى وحركات أخرى في الهجوم على القوات الحكومية. والإقليم المرشح للانفجار هو إقليم بني شنغول الذي يقع داخله سد النهضة، محور الصراع مع دول الجوار مصر والسودان. إذا توقعي إقليم بني شنغول هو الإقليم المرتقب والمتوقع لبدء صراع آخر مع القوات الإثيوبية. هذا البلد هو بلد منكوب على الدوام إما بالمجاعات والجفاف أو بالقتال القبلي أو بالقتال الإقليمي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا. ينتظر أبي أحمد أيام صعبة أكيد ستنتهي باستقالته في النهاية. نرجو أن تكون الصورة قد وضحت، ونرجو الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على تقديم المزيد. السلام عليكم.